صباح الخير على كل مشاهدين قناة مصر البلد، وأهلا بيكم وحلقة جديدة من برنامج صباح بلدي. النهاردة وزي ما عودناكم كل يوم بيكون معنا فقرات كتيرة مختلفة متنوعة. يمكن دايما بنحب نبدأها بالفقرة الإخبارية، بس قبل ما نروح لفقرتنا الإخبارية أنا عايزة أقول لكم أن أنا سارة حمودة وزميلتي إيمان عزيزة هنقدم لكم الفقرات دي كلها في برنامج صباح بلدي لمدة ساعتين. صباح الخير يا إيمان. صباح الخير يا سارة، وصباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدي قناة مصر البلد في كل مكان، وصباح الخير على الشعب المصري. امبارح كان 6 أكتوبر، كل سنة وكل الشعب المصري طيب، ويا رب كده يا رب على طول في انتصارات دائمة، وصباحنا دايما يبقى جميل وكل انتصارات مع صباح بلدي. فقراتنا النهاردة زي ما قالت سارة فقرات متنوعة كتير قوي، هنبتديها طبعا بفقرتنا طبعا الإخبارية زي ما تعودنا، بعد كده هيبقى معانا فقرة اجتماعية وفقرة هنفرح بيك امتى، بعد كده هتبقى معانا فقرة رياضية كده ممكن نتكلم فيها عن تنس الطاولة وازاي بيتلعب، طبعا فقرتنا المعتادة فقرة الخمساية، وفي الآخر هنتكلم عن فقرة جميلة جدا، فقرة فنية هتكون عن فن النحت على الكتب أو فن نحت الكتب. تعالوا كده نبتدي بأول خبر كده معاكي يا سارة. ايوه هقول لكم بقى الأخبار. أول خبر بيقول الهيئة القومية للأنفاق وتكنولوجيا جديدة متطورة. قال الدكتور عصام والي رئيس الهيئة القومية للأنفاق إن الهيئة شغالة الفترة دي على استراتيجية جديدة للنقل، وإنها بتتجه للنقل بالجار الكهربائي سواء في مشروعات مترو الأنفاق أو في القطر الكهربائي فائق السرعة، وكمان القطر المعلق باعتبارها أحدث وسائل اللي لازم تتفعل في مصر زي كل بلاد العالم في الألفية الثالثة. وقال كمان إن ده هدفهم الفترة اللي جاية وشغالين عليه باستمرار. ومن أخبارنا الاقتصادية إن أسعار الذهب كلنا عارفين في الفترة اللي فاتت إنها انخفضت مرتين، يمكن بمعدل مرة 2 جنيه ومرة كانت تقريبا 4 جنيه. طبعا اللي كان بالتبعية إن سبب نزول سعر الذهب ده أدى إلى نزول كمان أسعار الخضار والفاكهة، وده طبعا بيدل على ان المعروض في السوق بيكون يمكن كتير، المعروض في السوق سواء كان الخضار او الفاكهه كتير، وده كمان بيتم بسبب التوسعات اللي بتحصل الايام دي في المشروعات الزراعيه وفي الاراضي الزراعيه. ونروح بقى من الاخبار الاقتصاديه على الاخبار الفنيه، والخبر اللي معانا عن سميه الخشاب. الفنانه سميه الخشاب وحقيقه زواجها من رجل مغربي، الكلام ده مش حقيقي على فكرة. قالت الفنانة سمية الخشاب بعد ظهورها من فترة قصيرة في فستان أبيض فيه طابع مغربي إن ده كان تكريم بس مجرد ليها في المغرب، وإن الناس اللي دخلوا كتبوا مبروك ليها وافتكروا إن هي اتجوزت رجل مغربي إن هم فهموا غلط، وإن ده مجرد شكل جديد حبوا المغاربة إن هم يستقبلوها بيه وهم بيكرموها مش أكتر، وإن خبر جوازها ده مش صحيح. واستكمالا لفقراتنا الفنية أو أخبارنا الفنية، الفنانة نجوى كرم ونجاح جديد ليها. الفنانة نجوى كرم كانت نزلت ليها من فترة كليب قصير كان باسم بعشق تفاصيلك، وكان نزل من خلال شركة روتانا على اليوتيوب، والحقيقة أن الكليب ده حقق نجاح كبير جدا واستحق إعجاب شديد من كل المتابعين اللي كانوا بيتابعوا نجوى كرم وقتها. ده غير أن الكليب تقريبا كان وصل ل 127 مليون مشاهدة، وتقريبا ده في خلال 3 أسابيع بس، وطبعا وصلت الفترة دي في المشاهدة للرقم الكبير ده طبعا في فترة قصيرة، دليل على ان الفنانة نجوى كرم محبينها ومعجبينها كتير جدا. طبعا نكمل بقى الاخبار الفنية الغنائية ونروح عند انغام. الفنانة انغام ومفاجأة جديدة لجمهور الكويت. بتستعد الفنانة أنغام الفترة دي للتجهيزات لحفلتها الغنائية الجديدة. الحفل بيتم تجهيزها بشكل كبير عشان هتبقى حفلة ضخمة جدا زي ما قالت، وهتبقى في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالكويت يوم 25 من شهر أكتوبر الحالي. وقالت أنغام إنها هتقدم مجموعة كبيرة من أغانيها القديمة، ده غير ألبومها الجديد حالة خاصة جدا زي ما احنا متعودين دايما من حفلات أنغام. واستكمالا لفقراتنا لاخبارنا الفنيه، الخبر اللي جاي عن الفنان محمد صبحي. فنان الكبير محمد صبحي مهتم جدا دلوقتي ان هو هيحتفل بمرور 50 سنة كامله على المتخرجين من مدرسه محمد صبحي الفنيه.
طبعا محمد صبحي كان من فترة طويلة جدا، من يمكن من الثمانينات او من قبل موضوع طبعا الثمانينات، يمكن من سنة 1969 كان بداية تكوينه لفرقته المسرحية، واللي اتخرج منها عدد كبير جدا جدا جدا. طبعا نشر الكاتب مصطفى شعيب صورة ليه مع الفنان محمد صبحي بعد ما مضى عقده الجديد انه يكتب المسرحية الجديدة لصبحي، وكتب على الصورة وقال: الحمد لله حلم جديد بيتحقق، شرف كبير ليا ان اكتب المسرحية الجديدة للفنان محمد صبحي، وكمان مسؤولية كبيرة اني اكتب بعد الاستاذ لينين الرملي، وطبعا ان شاء الله اكون قدها باذن الله. بكده بتكون خلصت فقرتنا الإخبارية. تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا من فقرات صباح بلدي. ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في فقرات صباح بلدي. لو انت او انتي سنجل مش مرتبطين واهلكم بيزنوا عليكم في موضوع الارتباط، يبقى الفقره دي هتعجبكم جدا، عشان احنا النهارده هنتكلم عن كلمه او مصطلح دايما بيتقال لنا لما مثلا في المناسبات العائليه او في المناسبات عموما لازم طنط من الطنطات تيجي تقولك او تقولك هنفرح بيكم امتى. الكلمة دي زمان كانت مجاملة لطيفة، وقد ايه طن دي جميلة ودي عايزة تفرح بيا وعايزة تقولي مبروك ان انا اتجوزت. يمكن انا بتكلم شوية على البنات عشان هي بتضايق شوية البنات اكتر من الرجالة، لان الرجالة يمكن بالنسبة لهم ان هم ما اتجوزوش ده عادي ما فيهوش مشكلة، بس يمكن الضغط اكتر في مجتمعنا بيتحط على الست. فهي دايما لما بتيجي تقول لها هنفرح بيكي امتى اكنها مثلا قالت لها كلمه مهينه جدا، اللي هو لا الفرحه مش معناها الجواز، انا ممكن اكون ناجحه في شغلي، ناجحه مع اصدقائي، بعمل انشطه كتيره وناجحه فيها، وده في حد ذاته نجاح وفرحه، الفرحه مش بس للجواز. طبعا الجواز اكيد ليه فرحته، بس في نفس الوقت يعني الكلمه ما بقيناش نستصغها قوي او ما بقتش خفيفة على قلوبنا. عشان كده يمكن هنتكلم في الموضوع ده النهاردة مع أستاذ محمود الحسيني استشاري الصحة النفسية. منور الاستوديو. أهلا بيك. منور يا رب. أهلا بيك. منورنا النهاردة يا أستاذ محمود. والنهاردة موضوعنا شائك جدا جدا جدا. هنفرح بيك إمتى أو هنفرح بيكي إمتى؟ تفتكر يا دكتور يعني إحنا كده دلوقتي المفروض إن إحنا نزعل من الكلمة ولا ما نزعلش منها؟ سواء اتقالت بقى البنت او الولد. حلو، بصي، هو سؤالك عن المفروض نزعل ولا لا؟ المفروض اللي يجاوبوا الاشخاص، يعني انت لما بيتقال لك هنفرح بيك امتى؟ دلوقتي كل الترند اللي موجود حتى على السوشيال ميديا، هو انا ليه اللي يخليها تقول لي حاجه زي كده؟ وممكن ترد عليها رد سخيف، وخصوصا من الستات او سوري من البنات. حلو، خلينا بس نقول الاول ان في علم النفس في سلوكيات وفي دوافع. تمام. فانا ممكن اكون دلوقتي بقول لك ممكن تشربي ميه وانت مش عايزه، بس انا بعمل ده بدافع ايجابي، لكن السلوك ما عجبكيش. فخلينا نقول ان اي طنط زي ما حضرتك قلتي، اي ام اي اب قال لابنه او بنته نفرح بيك او مش هنفرح بيكي امتى، اعرف ان الدافع من وراها ايجابي. هو فاكر وشايف ان الفرحه الجميله او اكبر فرحه ممكن يفرحها بابنه هو يوم جوازه. مظبوط، اصل هي كان زمان فعلا بنعتبرها مجامله لطيفه جدا. حلو. دي هي عايزه تفرح بيا، دي عايزه لي حاجه حلوه. فزي ما حضرتك بتقول هو الموضوع كله احنا ما نعرفش نيه اللي قدامنا ايه. مظبوط. وساعات بتبقى النيه مش لطيفه، اللي هو نظام انا بفكرك انك انت لسه ما اتجوزتيش بلا اهلي. بس لسه على السين. دي او قلت لك على السين، دي من طنط مش من ماما بقى. دي اكيد مش من ماما. طنطات زي ما ترى قالت. ايوه. حلو، لكن هي الكلمه في حد ذاتها المفروض انها ما تضايقش لو بصينا للدافع، بغض النظر بقى مين اللي قايلها. لكن في النهاية احنا في قرارة نفسنا في المجتمع شايفين ان مفيش فرحة تعادل فرحة الجواز. طب تيجي نبص كده للواقع بقى بتاعنا حاليا، دلوقتي معدل الطلاق مطلقة كل دقيقتين ونص. بالظبط. يعني في الانترو لطيف وفي القعدة اللي احنا قعدناها دي كم حالة طلاق حصلت؟ كتير. الناس دي كانت بتسعى لانها تفرح. طبعا. ولو هتكلم من واقع خبرة شخصية، فانا قابلت عملاء كتير جدا كانت مشكلتهم والله ما كنت عايزة اتجوز اصلا. ايه يعني اللي ما كانش عايز يتجوز؟ طيب. اصلا ضغط المجتمع. مش لا سيبك بقى يعني المجتمع، ضغط ماما، ضغط اهل الاهل. بالظبط. طب ما هم الاهل بيتضغط عليهم من المجتمع، فهم بالتالي بيضغطوا على اولادهم. حلو. طب وسلسله الضغط دي، السيركل دي مين اللي هيقطعها؟ يعني انا يكون عندي وعي اصلا بان انا ممكن اكون مش انا مش مضطره ان انا اعمل ده دلوقتي غير لما اكون مؤهله ليه. بالظبط، الله ينور عليك. ومن هنا نعرف نطلع من كلامك ده بان حاجه مهمه جدا، الجواز خطوه مش مرحله.
يعني ما جاش سن معين انت اتخرجت واشتغلت خلاص يلا بقى تتجوز، لا ممكن تتجوز وانت لسه بتدرس. بالظبط. طب انت اتاخرت بقى ليه ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ لا ممكن ابقى درست من بدري وخلصت وعندي كارير ولسه مش عايز اتجوز. بالظبط. لسه مش قادر اتجوز. يعني ما فيش سن معين للجواز. ما فيش سن ولا حاله ولا اي حاجه للجواز الا الاستعداد. زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. تمام. الفاء في اللغة تفيد السرعة، اللي قادر يلا اتجوز على طول. اتجوز على طول. دي حاجة حلوة. بالظبط. لكن في النهاية الجواز لم يفرض يا جماعة. يعني البنوتة لما تبقى عندها 17 و18 وعندها اكتئاب ومحاولات انتحار لأنها شايفة نفسها عنست. 17 و18 في بعض المجتمعات فعلا 17 اه طبعا صغير. لأن أصحابها الأطفال زيها وأنا قلت الكلام ده. هم أطفال فعلا. أطفال معاهم أطفال. اه طب وده كلام فهي كده في عرف المجتمع يعني الكلمه اللي ما حدش بيقولها عانس. بالظبط. واللي اتجوزت في ال 17 18 دي ما شاء الله عليها دي اللي هي يعني اتلقطت. لا يا جماعه احنا مش بنبيع فاص مانجا. بالظبط. هي البنت بيكون عندها استعداد للجواز ورغبه في بعض المواصفات والشخص او رجل نفس الكلام. بس هي الفكره زي ما كنا بنتكلم قبل ما نسجل سوا مع بعض، انت دلوقتي عارف نفسك. هل انت عارف ستايلك؟ عارف ايه اللي انت بتحبه وعارف ايه اللي انت ما بتحبوش مطلقا؟ بالظبط. احيانا اللي بيحركنا الاحتياج، فتلاقي مثلا ولد بيعاني من ان والدته ما بتعاملوش كويس، ما بتحتويش مشاكله، عايز يحس بالحنان او عايز بالزبط. يحس بان هو مرغوب فيه كمان، او عايز إن يحس انه راجل وليه راي وليه بالزبط. كلمه. بالظبط. ما عندوش الراي اللي هو قادر يفرضه مثلا، او قادر مش سايبين له مساحه الحريه. صحيح. في ان هو يفرض رايه او يقول رايه على الاقل. خلينا بقى نحط قاعده، اي شيء هيفقده الولد او البنت في بيئه التنشئه وهو بيكبر هيطلع بره عقده على الناس بسببها، وهيمارس ده بره على الناس، على مراته وعلى الولاد كمان. ده لو وصلت لمرحله جواز يعني. يعني ربنا يستر وده ما يحصلش الا بشكل سليم. لكن الفكره هنا انت عايز تتجوز ليه؟ بالظبط. مش فلانه بعينها، انت فكره الجواز ان جنرالي قوي، انت عايز تتجوز ليه؟ طيب عايزين نحط مع حضرتك كده شويه اسس ان انا لازم اكون عندي ايه او متطلبات الجواز عندي ايه علشان خاطر ابتدي افكر في الفكره ان انا هبقى عايزه اتجوز. حلو قوي. لازم يكون عندي شروط ولازم يكون عندي مقومات. تمام مظبوط. خليني اقول سريعا كده ملاحظات. اول حاجه ودي اهم حاجه، لازم تعرف نفسك كويس جدا. طيب بمعنى اعرف نفسي، اعرف صفاتي انا ازاي، لان عندنا صفات اسمها صفات عرضيه، زي برضو ما كنا بنتكلم انا ممكن اكون عصبي جدا دلوقتي بس مش محمود الحسيني اللي عصبي ده، عرض عليه لان في كبت. طب انا اعرف لو ازاي لو الكبت؟ ما هو المشكله دي محتاجه اما وعي او تقري او تحضري دورات او تتابعي فيديوهات او تسالي مختصين، ودي افضل حاجه. بالظبط. وما فيش فيها مشكله، واعتقد ان احنا حاليا دلوقتي ثقافه ان لا مجنون وما يروحش للمختص نفسي دي بدات تتلاشى شويه. بالعكس. لا لا. والعملاء بداوا يقبلوا بشكل لطيف. مظبوط. نرجع تاني لنفس النقطه، انا دلوقتي طب عرفت نفسي، مع اني مش عايز اهمل خالص النقطه دي لانها صعبه. عرفت نفسي وربنا كرمني بطرق ما، اعمل ايه بقى؟ عايز ايه من الطرف الثاني؟ فهبدا كده في ورقه لطيفه اقسمها نصين واكتب الايجابيات اللي عايزها والسلبيات اللي مش عايزها. وفي الايجابيات اقسمها نصين، في ايجابيات ضروريه جدا لازم تبقى موجوده اللي هي ما ينفعش ما تكونش موجوده في شريك حياتي. بالظبط. الله ينور عليكي. وفي ايجابيات تانية من باب الرفاهيه زي التكييف في العربيه. بالظبط. اللي هي لو مش موجوده كماليات ممكن اتغاضى عنها. بالزبط. لو مش موجوده يعني الله ينور عليكي. طيب نروح بقى للسلبيات، برضو هنقسمها نصين، في جزء مستحيل اعرف اتقبله وفي جزء ما فيش مشكله ممكن مع شويه مرونه عادي ممكن المركب تمشي لاني مش هتضرر منه قوي. وبالمناسبه قبل ما نختم النقطة دي، الجدولين دول صعب جدا يتعمل. طبعا ده صعب جدا يا عم، انا افكر دلوقتي هو انا ممكن اكون عايزة ايه او مش عايزة ايه، لا دي حاجة فعلا صعب تحديدها جدا، بتاخد وقت طويل. طب بالنسبة للحب بقى اللي هو دايما بيبقى اول خطوة بتشدنا للبني ادم اللي قدامنا وممكن تخلينا كمان ما نشوفش عيوبه زي ما بيقولوا مراية الحب، واللي هو عادة بيخليني خلاص انا عايزة اتجوز بصرف النظر بقى هو عنده ايه او ما عندوش ايه، ماليش دعوة. حلو قوي. خلينا الاول نقول حاجتين قبل ما نروح للنقطة دي. قاعده كده نفسيه بتقول ان لحظه الانفعال بيشوه التفكير المنطقي بنسبه كبيره. تمام. عليك وانت منفعله سواء مبسوطه او متضايقه او خايفه قراراتك مش هتبقى صح. مظبوط. الحب انفعال. الانفعال هو اي شعور يزيد عن الحد. صح. ففي حاله الحب دي احنا بنبقى منفعلين جدا، بس انفعال ايجابي رومانسي حالم جميل. بالزبط. فبنتغاضى عن حاجات كتير. امتى بقى انفعال الحب ده بيقل شويه شويه بعد وقت قد ايه من العلاقه؟ هو لازم ما نسيبوش اصلا يطلع يعني حالة الحب. خليني ليه برضو بس هي حالة حلوة صعب التحكم فيها جدا. أعيشها يعني خلال دلوقتي أول حضرتك داخلة أجانس تشتري عربية حلو؟ ما تقدريش تتحركي بيها وتجري وتفرملي وتعملي اللي أنت عايزاه إلا لما تطلعي بيها بره المعرض وتدفعي فلوسها.
صح؟ يعني مش لما تبقى بتاعتي الاول الله ينورك، لما تاكد انها صحيحه، لان زي ما حضرتك قلتي مرايه الحب عاميه، هو عضويا ونفسيا ده صحيح. في حاجه عندنا في المخ اسمها الدوائر العصبيه المركزيه، دي وظيفتها التقييم الاجتماعي للاشخاص. اول مره حضرتك تقابلي فلانه بتكوني عنها انطباع، الانطباع ده بيكون من الدوائر دي، والدوائر دي بتتعطل تماما عن العمل عند الوقوع في حاله حب. اشمعنى ده؟ اشمعنى الشخص ده اللي الدوائر بتيجي عنده وتعطل؟ ايوه هي الدوائر، عشان هو الغلط، عشان هو الشخص الغلط بقى، عشان هو الشخص الغلط ولا الشخص الصح؟ فهي الفكره ان انا فعلا مش هشوف، وكل القرارات اللي هاخدها طول الطريق مش هتبقى متزنه، وهكتشف ده بعد الجواز. عشان كده اعلى معدلات طلاق او انفصال بتحصل في السنين الاولى. ليه بقى؟ مظبوط، لان هم ما عرفوش بعض وما عرفوش نفسهم. زي ما حضرتك كده تدخلي مثلا ستور او محل الاحذيه، تمام، تشتري شوز حاساه مناسب، وبعد ما ترجعي تلاقيه ضيق شويه، بس انا كان عاجبني فانا الله ينور عليك انا كان عاجبني فاشتريته. خليني بقى اقول حاجه بيتضايق الجنس اللطيف لما يسمعها، في كل علاقه قابلتي فيها مطب وقعك على وشك كنت عارفه ده من الاول. دي حقيقه، او كنت حاسه على الاقل. صح، بس انا تجاهلت او تجاهلت وعميت. الله ينور عليكي، فخليكي دايما عارفه، وخليك دايما عارف ان اي حاجه هتتجاهلها، اي اشاره تحصل تتجاهلها، هتتضرر في النهايه. طب ممكن الخبره في العلاقات تخلي الناس تعرف تختار المره الجايه الشريك اصح؟ حلو، غير يعني الجدول ده، خبره في العلاقات يعني زي ما حضرتك بتقول مثلا واحده اخذت على دماغها، يعني هي عارفه من الاول ان الشخص ده غلط، بس هي انجرفت ورا مشاعر الحب او اي حاجه، فهي خلاص العلاقه دي انتهت ودخلت في علاقه جديده، فممكن تكون عندها نظره الى حد ما، او هو كمان، يعني مش بتكلم على الستات بس، يعني في الحالتين ممكن يبقى عندهم نظره الى حد ما احسن بكتير، ان هم عايزين يتجنبوا الاخطاء اللي حصلت قبل كده. حلو، ودي بتسبب مشكله ازاي؟ خلينا نقول دلوقتي لو شخص مش هنقول متعدد العلاقات، انما مر بعلاقتين ثلاثه، تمام، اول حاجه العقل بيعملها هو انه بياخد كل المميزات من كل علاقه ويحطهم كده في ستاندرد او في شكل هو بيدور عليه. فياخد من الاولى ذكائها، ومن الثانيه حنيتها، ومن الثالثه اخلاقها. امراه واحده لا تكفي. بالظبط، الله ينور عليك. فعشان كده العلاقات الكتير مش مطلوبه، حاول يبقى في بوادر علاقات كتير، علشان مش هيبقى في اللي انت هتختارها في النهايه كل اللي انت دورت عليه، او كل الاجابات اللي انت دورت عليها في كل علاقه هتبقى متجمعه في واحده. مستحيل. بالظبط، لازم تتغاضى عن حاجه معينه. الحاجه الثانيه برضو اللي بتضر هو اني انا كنت في علاقه مثلا والبنت اللي كانت اللي كنت مرتبط بيها بتستنزفني قوي، فاول ما العلاقه دي تنتهي واجرب اخش في علاقه جديده هتلاقيني اول حاجه بتاكد هي مستنزفه ولا لا. عايز العكس تماما، هي زي اللي بيدور على الحاجه اللي كانت ناقصه عند اللي قبلها. بالظبط، وبيحاول يتلافاها وسايب بقى كل بقيه الحاجات التانية. الله ينور عليكي، اول ما فيقع في مشكله تاني من الاول. بالظبط، غيرها بقى. مظبوط، فيبقى معاه ايه، شنطتين بيدور على انهم ما يكونوش، فيدور يقع في الثالثه. وخد بالك ان طاقتك هي اللي هتجذب لك، علشان النظره ضيقه، عشان النظرة مشوشة ومشوهة كمان. تمام، وخلينا نقول ان بنتكلم كل ده بافتراض ان المجتمع لم يتعافى من اي علاقة عدى بيها. تمام، يعني انا دلوقتي دايما بحب اقول ايه، لو جبنا سكينة وقطعنا بيها بصلة وبعدها قطعنا بيها تفاحة، طعم التفاحة ايه؟ خلاص اتغير، هيبقى بصلة. هيبقى بصلة. طب عيب فين دلوقتي يا جماعة؟ ان انا استخدمت نفس الحاجة في السكينة. او نفس السكينة، او لا في السكينة ولا في التفاحة ولا في البصلة، اللي انا نفسه في انا. الله ينورك. على اللي قطع من غير ما ينضف السكينه. بالزبط، السكينه دي هي قلبي او مشاعري، والتفاحه والبصله دي علاقات. حضرتك ذكرت من شويه مثال حلو قوي، ان انا لما بدخل محل او ستور ان انا بدور على حاجه انها تناسبني او كده، يعني ساعات فعلا، ودي كانت تجربه يمكن شخصيه انا مريت بيها. عديت مثلا على محل وعجبتني شنطه حلوه قوي، وبعدين اول ما عديت فانا عايزه اجيبها دلوقتي، وانا عارفه ان انا ساعتها الفلوس بتاعتي قربت تخلص. فكانت معايا واحده صاحبتي، فبتقول لي استني شويه، روحي مثلا لغايه اخر المول وتعالي، لو لسه انت قلبك متعلق بيها ممكن تفكري فيها تاني مره تانية. هل فعلا المثل ده ممكن نطبقه على العلاقات نفسها؟ صحيح، بس مش بالمعنى الحرفي، يعني دايما بنسمع كده حتى في الافلام، انا محتاجه فتره اقيم العلاقه. تمام، حضرتك هتعملي ايه في الفتره دي؟ ده اللي هيترتب عليه الفتره دي ايجابيه ولا لا. ولكن اي حاله حب يحصل فيها انفعال انت معرض للفشل. طب تمام، ليه انا ابقى شايل قنبله وانا مش عارف ايه هي وسائل وطرق الامان اللي حافظ بيها على نفسي منها؟ وبالتالي لازم اخد بالي وانا داخل في العلاقه انا عايز ايه، لو ربما اللي عايزه ده ما يكونش سبب كافي للجواز. وخليني اسال سؤال، هو احنا من اول ما بنتولد كده ونفتح عينينا على الدنيا لحد ما نكبر ونبقى زي الفل، بنكون معلوماتنا عن الحب والعلاقات منين؟ من خبرات اللي حوالينا، او من اللي بنشوفه. ممكن تكون سلبيه وايجابيه الاثنين، بس غالبا بنبقى شايفين السلبيه اكتر. وايه تاني غير خبرات المحيطين؟
اكيد من الاب والام، يعني لو شايفين العلاقه بين بابا وماما كويسه حلو. فانا ممكن اكون شايفه ان خلاص ممكن تبقى العلاقات اللي في الدنيا كلها شكل بنفس الشكل. جدا اشكرك على دي، لان ده النموذج الاول اللي بيتكون لنا العلاقات. نخرج بقى ونحتك بالمجتمع، نلاقي الميديا، الاعلانات، الافلام اللي بتصدر لك قصص حب بشكل ما. هو حب، هو المؤلف عايز كده، بس مش ده الحب. انك مثلا بنسمع دايما كلمه ايه، انا لازم احارب عشان حبي واهلي مش موافقين ولازم احارب. تحاربي ازاي؟ اللي هو اعرف منين ان انا بحب، اعرف منين ان هو ده الشخص الصح، اعرف منين ان انا مشاعري دي صح مش غلط. يعني ده اعتقد الموضوع صعب جدا. خلينا برضو نقول ان كل ده بنستخدم كلمه حب بالمعنى الدارج مش بالمعنى النفسي السليم. تمام. انا امتى هعرف اني حبيت؟ امال ايه بقى الحب بالمعنى النفسي السليم؟ لا، الحب بالمعنى النفسي السليم ما بيتكونش قبل الجواز. اي مشاعر هتحسها قبل الجواز دي ممكن تبقى اعجاب، حب، عفوا تعلق، احتياج، تعود، انبهار. انما حب بالمعنى ان مستحيل، لانك ما تعرفيش الشخص لسه، ستيل في جوانب مظلمه. تقصد ان حضرتك الحب ده بيجي فعلا بالعشره، زي ما كانوا اهلنا بيقولوا لنا زمان ان هي شويه تراكمات بتيجي فوق بعضها، سواء بقى حلوه وحشه، فهي دي اللي بتكون اذا كنت انا بحب البني ادم اللي قدامي ولا لا. مش هيجي بالعشره. وخلينا برضو نقول سيدنا عمر بن الخطاب قبل كده قال لا تربوا اولادكم مثل ما ربيتم لانهم خلقوا لزمان غير زمانكم. فزمان البنات او اللي هم دلوقتي ستات كبار فاتحين بيوت كانوا بيقدروا يستحملوا اكتر. ليه بقى؟ ليه زمان كنا نستحمل او الست تستحمل الراجل ودلوقتي ما بقيناش نستحمل؟ هل عشان بقى عندنا امكانيات ماديه؟ يعني الست عشان بتشتغل وبقى معاها زي بيقولوا باور او كده، فبقت خلاص تقدر ان هي تبقى اندبندنت وتقدر تعتمد على نفسها اكتر، ولا دي ملهاش علاقه خالص بموضوع الحموله بتاعت الجواز؟ ممكن يكون عامل مشجع للمراه انها تقدر تنشطر عن العلاقه اللي هي فيها وتمارس حياتها بشكل هي حباه. لكن خلينا نقول ان في الاساس نفسيا كلما زاد معدل الرفاهيه كلما قل نسبه المناعه النفسيه. فاحنا دلوقتي في عصر مليان رفاهيه. انت ما بتقوميش تعملي حاجه، كل حاجه بالريموت، ما تتحركيش بره بيتك خطوتين الا للعربيه او لاي وسيله انت هتتحركي بيها. ففي النهايه الرفاهيه بتزيد، المناعه النفسيه بتقل. فحاليا دلوقتي الجيل الموجود والجيل اللي هيجي باذن الله والجيل اللي لسه بيسلم مناعته النفسيه ضعيفه جدا. يعني ما بقدرش استحمل قوي زي ما كانوا اهالينا بيستحملوا في بيوتهم زمان. بالظبط. زمان كانت المشكله بتتحل ازاي؟ يا بنتي استهدي بالله كده واستغفر ربنا ورجعي بجوزك وانت بالظبط حاول ما تبقاش عصبي، خدها في حضنك والموضوع يتحل. لا يا جماعه، الموضوع ما اتحلش، الموضوع بقى اعقد من كده بكتير. بالزبط. طب احنا ازاي نفهم بقى الاهل، يعني ان ما تضغطوش علينا؟ يعني احنا عايزين نوجه كده رساله للاهل اللي هو اسلوب الضغط ده ممكن يؤدي في الاخر الى طلاق او فشل، والفشل ده عامه بيكسر حاجات كتير قوي جوه البني ادم. فازاي نقدر نوعي الاهل؟ حلو. خلينا دلوقتي لو هنوجه رساله للاهل، واتمنى ما يزعلوش مني وانا مش بتحامل عليهم والله. لا لا اكيد مفيش زعل، هما برضو ضحايا نفس الدايره. لان اكيد كان في وقت ما هي كانت بنوته وكان ولد وكان بابا وماما اللي هو جد وتيتا دلوقتي هو اللي بيضغط عليه عشان يتجوز. فعايزين نقطع الدايره دي ارجوك، لان في ناس كتير وفتيات كتير جدا في كل العالم العربي بتتجوز لانها ضغطت. فبعد ما تنفذ خلاص انا كده رضيتك، بس مش راضيه نفسي. في منهم اللي بيقدر يقتل نفسه ويكمل، وفي منهم اللي ما بيقدرش. فعلشان كده بقول بيقتل نفسه وبيكمل. يعني لغايه انهي طبعا مدى بيقدر يكمل؟ وهل لازم يكون في وقت من الاوقات ممكن ينفجر؟ قدام في احتمالين. عارف حضرتك حاله الضغط هي بتسوي الاكل اسرع لان البخار جواها مكتوم. بس لو سبناها مده طويله ربما تنفجر او أكيد اللي جواها يتحرق اكيد. فاللي بيستحمل ده وهو متضرر لازم هيجي عليه وقت وينفجر. والانفجار المتاخر بيكون صعب جدا، لاني ببص على تراكمات بتاع عمري ورايا، انا خسرت كل ده، عمري ضاع. مظبوط مظبوط. فحاول دايما من البدايه، انا مش بشجع على الانفصال، انا بشجع على العلاقه السويه الصحيحه. فلو انت مش لا وبنشجع لو ان العلاقه مش سويه ومش صحيحه يبقى اقطعوها بدري بدري، عشان حتى ما يكونش في اطفال، ما يكونش مثلا في زي ما حضرتك بتقول حسيت مثلا ان انا عمري اتسرق مني تراكمات كثيره جدا. صحيح. فخلاص يعني. لكن طبعا طبعا حضرتك بتشجع ان الجواز يستمر، بس لما بيكون مبني على علاقه صحيه. صحيح. وحتى العلاقات الهشه المتاكله اللي كده كده هتبوظ والله، ضميري كده ما بيبقاش مستريح، فتعالى نحاول. فدايما مش الانفصال هو اول حل. اكيد طبعا. حتى لو العميل جاي عايز ينفصل، لا اهدى، تعال نشوف حلول. لما نلاقي الحلول مش نافعه، الحلول السليمه الصحيحه مش نافعه وفي فجوه او جاب كبيره قوي بين الاثنين،
مش قادرين يقربوا، كل واحد مش قادر يتنازل عن شخصيته، خلاص حقك انك تحترم كيانك وحقها انها تحترم وده كيانها. مش معناه ان في شخص عليه غلط او لوم، مظبوط، هو ممكن بس يكون يعني الحله اللي غطاها مش مظبوط عليها، مظبوط بالظبط، بس هو ممكن يكون مناسب جدا لحله تانية على نفس المثال، مظبوط، والحله اللي غطاها ما كان فيه مشكله ممكن تكون برضو في مكان تاني مناسب، مظبوط. علشان كده ما تحرقش نفسك وما تحرقش عمرك، الثانيتين اللي بيعدوا مش بيرجع. طب نرجع للاهل بقى، هتكمل لنا بقى الرساله واحده واحده على بناتكم، واحده واحده على اولادكم، ولو عايز فعلا تفرح بيه افرح بيه وهو معاك في كل نجاح بيحققه، مش شرط الجواز، ممكن تفرح بتخرجه، تفرح بدراسته لشيء ما، تفرح بنجاحه في كارير ما، تفرح بتقدمه في خطواته، بتطويره لشخصيته، تفرح ان ابنك بقى افضل، مش بالضروره انه يتجوز، لان في ناس كتير قوي جت تتجوز عشان تفرح ضيعت عمرها. يعني لازم في حال الاصل ازرع في الاهل ان انا يا جماعه الضغط على الاب الابن او البنت مش هيبقى في مصلحتهم خالص نهائي، بالظبط، ولازم اكون اصلا يعني بدي للاهل كمان الوعي الكافي ان هم ازاي اعلم بنتي على الاقل ازاي يختار او تختار. صحيح، يعني اكيد في معايير معينه ان انا اقدر اختار بيها ولازم اعلمها للاهل قبل البنت او الولد كمان. للاسف يؤسفني اقول لكم ان ده هيكون صعب جدا يتحقق، اننا نقدر نعدل جزء ما مسبب مشكله في الاهل، لانه بقى معتقد وراسخ من سنين، وصعب عشان اصلا التبديل. يتغير ده محتاج قصه ومحتاج رغبه قويه منه. طب لو هو مش عايز ومش في دماغه، هو مقتنع ان معتقداته دي صح، فارجوك احتفظ بيها، بس خد بالك ابنك في سن المراهقه او البلوغ او حتى بدايه النضج هو اصلا مضغوط، هو اصلا عنده شويه اضطرابات حتى سيكولوجيا بتحصل لانه بينمو، مزبوط. او اضطرابات من المجتمع اللي حواليه لانه مش عارف يتكيف، ما يبقاش اضطرابات تانية زي زياده من بابا وماما، مزبوط. طب لو حصل بقى جواز ولا قدر الله الشخصين يعني مش متفقين، ومثلا سواء الابن او البنت راحوا قالوا لاهاليهم احنا عايزين ننفصل، دي بتبقى كارثه اصلا طبعا، يعني كمان بقى بيبقى ضغط فوق الضغط، ده برضه نحله ازاي؟ يعني ازاي تقدر اللي هو تدي لابنك الثقه ان هو بقى ده ثق في كلامه ان هو فعلا هو شايف ان الموضوع مش هينفع؟ حلو، خلينا بس الاول نقول ان من البدايه انت كابن او كبنت لو الضغط عليك حارب، ما تتجوزش وانت مضغوط، دي الرساله. والحرب دي مش بالعنف ومش بالمشاده، لا، الحرب باللين، الحرب بالحب برضو، بس دافع وقاتل على انك ما تتجوزش بالضغط ده وبالمنظر ده، تمام. طيب اعرف انك لو هربتي من لقب عانس ممكن بالبلدي كده تلبسي في لقب مطلقه، واحنا المجتمع بيعشق هنا الالقاب والاحكام، بالظبط، مظبوط، والنظرات بتتغير، مظبوط. فخلينا دلوقتي اي قرار هتاخديه تبقي واثقه منه انك عاملاه عشانك. طب للي اتجوزوا بقى زي ما حضرتك قلتي دلوقتي، اللي اتجوزوا دول اعرف ان السنين الاولى او السنوات الاولى هي سنوات الاحتكاك والاختلاف، كانك كده يعني لازم اعدي ولازم اشوف ان انا ممكن اقدر افوت ازاي علشان خاطر فعلا يبقى عندي الثقه في نفسي ان انا مش غلط، ان انا اللي اخترت صح. حلو، وخليني برضه اقول حاجه من اللي بتتقال في المطبخ وما ينفعش تعلن كده على الهوا بين جنسين، ينفعش الاثنين يسمعوها، بس اسمع دي لوحدك واسمع دي لوحدك، البدايات هي اللي بتحدد شكل اللي جاي، بالظبط. فلو انا مثلا بنوته عندي 20 25 30 سنه واتجوزت وجوزي اول مره يمد ايدي عليه او اول مره هو يمد ايده عليا، تمام، الرياكشن اللي هتاخديه مش بالضروره انك تبهدلي الدنيا، بس انا قصدي ان الاكشن اللي هتاخديه في وقتها هو اللي هيحدد انت ده هيتكرر تاني ولا لا. لان في راجل ممكن يكون بيضرب واحده ويجي مع واحده تانية ما يمدش ايده عليها ابدا، بالظبط، لان هي عرفت ازاي، غير بقى قلب الدنيا، هي عرفت ازاي يبقى في ما بينهم احترام، هي حطت حدود في في الموقف، وان ده ما ينفعش، وده ما ينفعش، ان اصل دي لازم يوقف لها وقفه جامده جدا ما فيهاش هزار، ولو اتضربت وسكتت يبقى كده انت مطالب بقى، او مش مطالب ان انا خلاص خدت البرميشن، ايه المشكله، ايه المشكله، ده مين بقى هضربها تاني وتسكت، بالظبط، بالظبط، وهيتشجع على ده. بس برجع نقطه الضرب لانها شائكه شويه والكلام فيها كتير، انا دلوقتي وانا بقول لابني اتجوز وعايز افرح بيك، خلي بالك ان القرار اللي هياخده ده بتاعه، قرار خاص بيه هو، فلو انت شايف ان القرار ده غلط ارجوك وجهه وانصحه باللين وسيبه يعيش، انت عمرك ما هتعرف تمنع مخلوق من الوقوع في الخطا، صح، بالظبط، لكن ممكن تنصح طول النهار قاعده ماسكاله كل حاجه قررته عنه، بالظبط، الله ينور عليك. ونراعي يا جماعه ان الشاب او الفتاه في الوقت ده بتبقى منجرفه مع مشاعر، مظبوط، فبتكون طيب مقاومتها صعبه جدا. احنا معانا دلوقتي برضو كمان قصه جواز الصالونات، حضرتك قلت في الاول ان تقريبا شبه ما فيش حب قبل الجواز،
الشاب او الشابه من دول خلاص بيتحط قصاد انه اطلعي قومي من النوم كده، بيصحوها كده ساعات يا ساره، في عريس بره في الصاله. فيعني فجاه بتلاقي نفسها اللي هو من غير يعني اي وجه من اوجه المناقشه. والله ده رعب. لا روحوه يا جماعه وخدوا منه التورته، يعني بمناسبه الترند بمناسبه ترند التورته، يعني خدوا منه يا جماعه الجاتوه روحوه. هل فعلا ده يعني صيغه حلوه بان انا ممكن اقدر اتجوز بيها ولا ازاي؟ بصي خليني اقول لك الاول ان انا مش بحب كلمه جواز صالونات. تمام. هو الجواز جواز واحد عموما، بس الفكره انت اتعرفتي عليه المره الاولى فين بالظبط؟ يعني لو قابلتيه في الجامعه يبقى جواز جامعات، لو قابلتيه في كافيه جواز كافيهات، لو في النهايه جواز اسمه جواز. بس ساعات بيبقى ضغط ان انا اتحطيت فيه دلوقتي. ما هو ناخد بالنا بقى بنقطه، مش معنى ان انا دلوقتي شاب كده قاعد في البيت صحيت قالوا لي في عروسه باره جايه صدفه واعمل نفسك ايه؟ واعمل نفسك معدي في الصاله. والاثنين ما يعرفوش، والاثنين بيبقوا عارفين اصلا واستعملين نفسهم ما يعرفوش. ما هو الاحراج. بالظبط. ففي الحاله دي ده مش معناه ابدا ان ده جوزك خلاص ودي مراتك روح، لا. احنا بس طريقه لرؤيه انا بشوف بيها البنت في اعجاب مبدئي ولا لا. بالزبط. العين بتحب قبل القلب، وبالتالي العين وافقت خلاص نخش نشوف باقي الصفات. بالظبط. لكن فكره اني اعيش قصه حب ملتهبه قبل الجواز انا مش ضدها، بس خد بالك وانت جواها لانك والله مش هتشوف حاجات كتير هتكتشفها بعد الجواز. بعد الجواز وتبدا تلوم نفسك وتقول انا ايه اللي خلاني ما بعدتش. طب لو احنا سيبنا الحب دلوقتي على جنب، في بنات صغيرين بيبقى كل لهفتهم على الجواز فكره ان انا هعمل فرح، هلبس فستان، هسافر هاني مون. هو كمان بالنسبه له ايه ده، الله دي بارتنر معايا، هتخرج معايا، هتعمل معايا مثلا، مش عايز اقعد مع مامتي وبابايا في البيت بقى زهقوني، عايزه ابقى بحريتي. فهو شكل اجتماعي والكلام ده كله. فاحنا عايزين نعرف ده برضو عواقبه ايه. انا طبعا عواقبه اكيد كتيره، بس يعني حضرتك بتشوف حالات من دي؟ حلو، خلينا كده ببساطه نقول الجواز ليه اغراض واهداف. حلو، لو بعدت عنها مش هتنعم بيه. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى لما اتكلم عن الجواز ما قالش وجعلنا بينهما حب، لا مودة ورحمة. مودة ورحمة يعني ايه بقى مودة ورحمة؟ هتلاقينا ملخبطين فيهم. مظبوط. بمنتهى البساطة كده لو خدنا المعنيين دول ببساطة، المودة ان اتودد اليك بما تحبي، والرحمة ان ارحمك فيما لا تطيقي. فلو انا دلوقتي طلبت منك حاجة انت ما قدرتيش تعمليها، ما عنديش مشكلة، خلاص هحاول انا اشوف بديل او اعملها انا. طيب انا عرفت انت بتحبي حاجة معانا، فانا بقدمها لك وبهتم باني طول الوقت بغذي الجزء ده. هل هنبقى بندور على حب ولا بندور على هو ده الحب، ده قمه الحب. اشكرك، هينشأ هي دي قمه الحب بالمعنى النفسي السليم. فلكن انا بقى قد يكون عندي شويه اعراض او اضطرابات نفسيه بتمنعني اني ارحم. انا اصلا ما برحمش نفسي، انا بجلد نفسي طول الوقت، هرحم شريكي؟ بالظبط. طب وعشان كده لو انا خدت واحد مصاب باضطراب جلد الذات هيبهدلني وهيبهدل ولاده معايا، وهنجيب اجيال نقعد نسلم لان هو مش قادر حتى يرحم نفسه. بالظبط. وخصوصا كمان لان بعد شويه كده كده جذوه الحب زي ما حضرتك ما بتقول بتنطفي، فاللي فاضل معانا هو الموده والرحمه. اشوف بالزبط. اللي قدامي عايز ايه واشوف اللي انا عايزه ايه، ونحاول نتراحم فيما ببعضينا. متاكد دايما انك اشتريت عربيه جديده روعه ما حصلتش، مش تقعد فرحان بيها كده طول عمرك. لا، هو الشعور ليه كيرف وبعدين هينزل تاني لنقطه. اكيد احنا بنبقى في اول الكيرف في اول العلاقه. بالظبط. وطالعه بسرعه الصاروخ. بعد شويه خلاص بيبقى في حاجه اللي هي بنسميها الفلات كيرف، او الكيرف بيبقى واخد يعني منحنى ثابت. هبوط كده خلاص. وبعد شويه بينزل شويه او ثابت. بس عارفه احلى فتره اللي هي فتره الاستابيليتي دي، يعني ان هو يكون ثابت، ما يكونش المنحنى ولا هو تحت ولا هو فوق. ولا هو فوق. مظبوط. وساعات بتبقى حابه الكيرف العالي ده، بتبقى الموضوع لذيذ قوي. هو بيبقى حلو يعني، بيبقى حلو اكيد بعد الجواز. يا ريت يبقى بعد الجواز. بعد الجواز. لكن ترفع الكيرف في الاول بلاش. يعني حتى انا بقول للمخطوبين ارجوكوا بلاش مكالمات طول الليل. بلاش تملوا يوم بعض، علشان لو لا قدر الله اكتشفتوا انكم مناسبين عمركم ما هتعرفوا تخرجوا. لو واحد فيكم خرج او انفصل. تقصد حضرتك ان هم خلصوا كل الكلام اللي بينهم؟ مش بس خلصوا، لان اكيد المواضيع هتستحدث، واللي بيحبوا بعض بيلاقوا مواضيع بالسنين مش بالساعات. بس الفكره انك انت هنا في اللحظه دي عشت قصه حب ملتهبه. مش هقول لك خلصت بقى، لا، انت بعد الجواز الكيرف ده لما يهدى زي ما حضرتك لسه قايله من شويه هتبدا بقى تظهر مسؤوليات الجواز مش عيوبه. فهتبتدي تصطدم بقى بواقع انت كنت بتعمل وكنت بتسوي وبطلت. بالظبط. عشان كده معظم الرجاله الا ما رحم ربي تلاقيه حريه. انت برنس في نفسك كده، سنجل، تنام براحتك، تصحى براحتك. لا لا لا، هي مش كده خالص. وما تشوفش ان وجود شريك معايا ده معناه انه هيقيد حريتي ويخنقني، لان ده معناه انك مش شايف التزامات العلاقه دي.
فخلينا نقول كم راجل في مصر يعرف حقوق الزوجة؟ كم ست في مصر تعرف حقوق الزوج؟ احنا محتاجين كلنا إعادة تأهيل سواء كنا رجالة أو ستات. يعني إعادة تأهيل نفسي خاص بينا الأول قبل ما نبدأ نشوف الطرفين. بالزبط. طيب وإيه حقوق الزوج وإيه حقوق الزوج؟ بالمناسبة حاجة بسيطة جدا أنا دايما بقولها والناس بتبقى متضايقة منها. على مستوى الذكور أو الرجالة، مراتك مش مكلفة أبدا أنها تطبخ وتروق وتغسل وتنشر وتدور لك على فريدة الشراب. طب يا جماعة يعني حد سامع ولا أعيد الكلام تاني؟ استني ما هو هيقول علينا حاجة دلوقتي. استني بص النية بقى، طالما شفت كده يبقى أكيد في قصف كده. استني دلوقتي أنا عايز أشوف بقية الكلام. لا خالص سامعين طيب ولا إيه نظام؟ أنا ممكن حضرتك تقول الجملة دي تاني معلش. أنا يا حاضر. الرجالة أحيانا بتبقى عارفة بس هي من باب توزيع المهام وتوزيع الالتزامات، فالست بتتفضل كرما منها واخلاق انها بتطبخ وبتنشر وبتكنس وبتربي اولادها. مش هقول بقى اولادك معاها لانك ما تعرفش احيانا عنهم حاجه الا ما رحم ربي، فخد بالك ان ده بتعمله فضل. في حاجات بقى انت المفروض بتعملها واجب وشايفها فضل. اللي هي ايه؟ اللي هي احتواء النفس عموما، اللي هي احتواء الامور الماديه، الانفاق. رغم ان انا مطحون وبشتغل طول اليوم عشان خاطرك، لا ده مش فضل، ده واجب. فما تجيش تقارن الواجب بالفضل، لا قارن الواجب بالواجب. وايه الواجب بتاعها؟ الواجب بتاعها لو جينا قلنا مثلا حديث بس في معناه مش متذكر نفسه، لو كان لاحد ان يسجد لاحد لامرت الزوجه ان تسجد لزوجها. الطاعه. الطاعه بقى بالمعنى اللي هيضايق الستات، بس مش الطاعه العمياء. لان المفروض ان الراجل ده بيحترم الست دي. بالظبط. ومفهوم الاحترام يا جماعه احنا مضايقينه قوي قوي. الاحترام هو اني انا اسف ما هزقش الشخص، لا خالص، لا 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 هي ملهاش علاقه بكده. الاحترام بيوصل اني احترم كينونتك، احترم مزبوط. نفسيتك، احترم انك رافضه حاجه انا عايزها. مظبوط. واصبر عليها. مظبوط. هو فعلا ربنا امرنا او امر الذكور عاده بالصبر على الزوجه عاده ان عاطفتها غلبه. بالظبط. وفي نفس الوقت الست المفروض تصيع جوزها وتبقى محترمه معايا، يعني هو المفروض ما يتعاملش. هو ده طبعا. هو مع الاسف الراجل يعني قوام على النساء. يعني حتى لو احنا مش راضين قوي كستات بالكلمه دي، بس احنا لازم نحترم النقطه دي، وما ينفعش عامل الراجل ند بند، لان هو من طبيعه الراجل بتهيألي ان هو فعلا حته الطاعه دي بتديله الرجوله بتاعته اللي ربنا قال عليها. يعني صحيح جزء محتاج يشبع عند الرجل. وعلى فكره الست الذكيه، ويا رب الرجاله ما تسمعش اللي هقول ده، هي اللي تعرف تخلي جوزها هنا صح. يعمل اللي هي عايزاه، بس هو اللي عايزه، بس بحب. صح بالظبط. وبحب مش بدهاء. لا وقوه الست في ضعفها أكيد. على فكره بالظبط. وفي عندكم اسلحه كتير سمعتيني يا جماعه عارفين بدون ذكر اسماء نقعد نعيط بالظبط. سلاح الهجوم. بس برضو في النهايه خلينا نقول ان الراجل والست هم داخلين بمعتقدات مجتمعيه، والمعتقدات دي لو تعارضت مع الدين او الشرع، للاسف احنا ما بنمشيش الشرع، بنمشي المعتقدات. اللي هي ايه؟ احنا بندخل مسكن الزوجيه على انه حلبه مصارعه، جوزك على ما تعوديه وانت تذبح لها القطه. احنا كده دخلنا من البدايه كل واحد ماسك للتاني سكينه ورا ظهره. بالظبط. فيعني ومتحفز جدا لتصيد الاخطاء. مظبوط. وتلاقي الراجل في البدايه كده خدي بالك انا ما بحبش ده. ومين فينا اللي هيبقى القائد في البيت؟ طب حلو السؤال ده، مين اللي المفروض يكون قائد، الراجل ولا الست؟ انا عن نفسي وجهه نظري الراجل. انا والست كمان. بطريقه الراجل. ما الراجل. القائد هو الراجل. انا ده وجهه نظري. الست قائده، بس لازم تدي القياده لجوزها بدون يعني، او هو تكون هي اللي مالكه زمام الامور عليها. بس ما تنزعوش عليها. حلو قوي. لكن علشان المركب تمشي بهدوء وباستقرار محتاجه الاثنين مع بعض. طبعاً. وبالتالي اللي في قرارات لازم الست هي اللي تاخدها، لانها ما هو فعليا هي اللي بتاخدها. بالظبط. ده زي ما نقول كده النتيجه في الكنترول لسه ما طلعتش. بالظبط. بس اللي بيظهرها هو الراجل. بالظبط. دي طبعا الست ذكيه. على النقيض او الست اللي ما عندهاش ذكاء اجتماعي او ذكاء في العلاقات، بتلاقيها زي ما بنقول كده بتصطدم على طول. فوقت ما يحصل اي خلاف تروح ضربه بوز، ضربه مشكله، ضربه نكد. الراجل ما بيحبش النكد، ودايما الرجاله بتقول احنا ما بنحبش النكد. طب تعالى كده ثواني، طب هي الستات بتحبه؟ اكيد لا طبعا خالص يا جماعه، محدش مش عايز يعيش سعيد. مفيش بني ادم سوي بيحب النكد. اللي بيحب النكد ده داخل في دور الضحيه، قصه نفسيه ثانيه خالص. بالظبط. فانت ما بتحبش النكد وهي ما بتحبوش، فما تحسش انها بتختلقه، بس هي سلاحها العاطفه. واعرف ان هي محتاجه حاجه معينه غير اللي انت محتاج تعملها. فلما نيجي نقدم دعم، قدم دعم اللي الشخص محتاجه، مش بقدم دعم اللي انت فاهمه او اللي انت تقدر عليه. كان في قصه ظريفه كده زمان، مش قصه هو كتاب، اللي هو الرجال من المريخ والنساء من الزهره.
صحيح. طبعا في مجمل القصه ان هو لما اتقابلوا مع بعض في اول مره وكل واحد فيهم كان مختلف طباعه عن الثاني، فكل واحد عارف الثاني عايز ايه منه. حلو. كانوا عايشين في حاجه جميله جدا جدا جدا، وبعد كده لما نزلوا على الارض جات لهم فقدان ذاكره تماما. لما كل واحد نسي واجباته واهتمامات الطرف الاخر ابتدت من هنا تحصل المشكله. صحيح. هل فعلا احنا دلوقتي محتاجين ان احنا نعرف الطرف الثاني عايز ايه، ولا من البدايه هي بيبتدي الموضوع معانا من ان هو ده الطرف المناسب ونكيف نفسنا عليه؟ حلو. خليني الاول اقول في البدايه ان علم النفس فرض عين على كل شخص، يعني انا هتحمل مسؤوليه اللي بقوله ده. طبعا حضرتك انا مش تخصصي، انا طب اسنان، معلش اقرا علم نفس، ان ده الكتالوج بتاع حياتك او الكتالوج الارضي او الوضعي، غير الكتالوج طبعا الالهي التعاملي مع الناس بالظبط اللي انا هحتاجه. يعني مثلا ما ينفعش وانا بختار ما بقاش على الاقل عارف لغه جسد بالظبط الشخص اللي قدامي، ولسه قاعد في قعده التعارف كده وقاعد مكسوف ولا مربع ولا ضمم رجل، ولا القعده الكيوت دي اللي في البيت بعدها بتتغير وبتبقى قعده تانية خالص. راقبي كل ده، راقبي طول صوته وهو بيتكلم، لانك هتعرفي منه هو بيكذب ولا لا، هو مخبي حاجه ولا لا. فطالما درسنا او على الاقل قرينا شويه في علم النفس هنعرف بعدين في الجواز نعرف الخلل فين، جوزك ليه مهايبر وصاير كده، علشان هو محتاج دعم في نقطه معينه انت ما شفتيهاش. اكيد. مراتك ليه بتعيط بقالها يومين ولا بتعمل لك اكل ولا بتنام جنبك في اوضتك؟ بسبب انها كانت مكسوره لانك قلت لها كذا قدام الجروب المعين. وبالتالي هي نقط بسيطه قوي، لو ما عرفناش ان هي دي الاسباب هتلاقينا بنعالج في حته والعرض في حته تانية والمشكله في حته تانية. معنى كده ان انا لو حصل خلاف مثلا بيني وبين جوزي وخلاص مثلا اتخانقنا دلوقتي، بنسمع دايما قصه انا هسيبك لما تهدي، وراها جاي واخد بعضي ونازل، وهي كمان تقول له انا يعني خلاص انا واخده بعضي وفعلا رحت نمت في اوضه الاولاد وخلاص. هل ده خطا ولا المفروض ان احنا يعني نعالج الموضوع بسرعه؟ حلو. ولا نستنى لما اللي قدامنا يهدى الاول؟ حلو. دلوقتي بنتكلم عن علاقه بين زوج وزوجه، انسان وانسانه. فصعب جدا نحط قواعد. لربما اللي بتقوليه ده يبقى صح جدا، في راجل من النوع اللي لو ثار لا تسيبيه، بعدي عنه، اللي هو بعدي عن وشه استعدي عايزاه يهدى والعاصفه دي تعدي، سيبيه هو هيهدي نفسه. سواء جوه البيت او بره البيت. في راجل تاني يزعل جدا لو مراته سابته هو اللي يهدي نفسه بالظبط. ساعات بيقول والعكس والعكس، في ست لا معلش سيب مراتك تهدى كده عشان غصب عنها ما تطلعش منها كلمه تضايقك فالموضوع يكبر. وفي ست تانيه لو سبتها وهي زعلانه تراضي نفسها ياثر جدا في نفسيتها. طب بقى لو الست بتحب مثلا على سبيل المثال حلو حد يسيبها تهدى والراجل عايز يحل الموضوع دلوقتي، نمشي كلام مين هنا بقى؟ مش هنمشي كلام مين هنا، انا واقف هنا وحضرتك واقفه هنا ونقطه الالتقاء هنا. فلا انا هجيلك عشان ده صعب عليا، ولا انت هتجيلي لان ده صعب عليكي برضو. فتعالي نتقابل في منطقه وسط. فانا احيانا هضغط على نفسي واعمل لك اللي انت عايزاه، وانت احيانا وقت ما تعرفي اللي هي المواد مره كده ومره كده بالظبط، المودة والرحمة. في مرة هتودد إليكي، في مرة ارحميني لأني مش قادر. صح. يبقى مرة كده ومرة يا جماعة، مرة علينا ومرة عليكم، يعني عشان خاطر تبقى يعني بس الأمور ماشية. ده معناه إن أي حد في الدنيا ممكن يتكيف مع أي حد في الدنيا لو فهموا بعض. لا. ولا لأ؟ مش أي حد في الدنيا يعرف يتكيف مع أي حد في الدنيا، لأن في ستات كتير بتعيش بتضحك على نفسها وعلى المجتمع اللي حواليها إنها متكيفة وهي مش متكيفة. طب ايه اعراض عدم التكيف ده بقى؟ أو الله ينور عليك. او معيار التكيف امتى احس ان انا تكيفت؟ لما يبقى ما عندكش مشكله. طب ما هي خلاص هي ضغطت على نفسها لدرجه ان هي وصلت ان انا ما عنديش مشكله، فده نوع من انواع التكيف، بس هي من جواها متضايقه. طول ما هي متضايقه، طول ما هي ضغطت على نفسها، ده مش تكيف، ده رضوخ. لا، هي ممكن تكون سايباها في الخلفيه بتاعه دماغها ان انا خلاص انا مش عايزه حاجه. العقل ما بيعرفش يقفل ملف مفتوح. في فكره في دماغك لو انت واعيا قفلتيها وفكرتي في فكره غيرها هتلاقي اللاوعي طول الوقت شغال فيها، فتحل الملف بتاعي. ويؤسفني اقول ان اللاوعي هو المسؤول عن المشاعر. يعني لو جيت قلت لحضرتك دلوقتي انبسطي، عايزك مبسوطه، مش تعمليها ازاي؟ ايوه ايوه صح. لكن لو جيت حكيت لك قصه او لو عملت لك حاجه لازم اللاوعي هو اللي يتفاعل، لان هو مخزن المشاعر. مظبوط. الوعي مجرد قناه تواصل. فبما ان ده هو اللي سايبين له الفكره مفتوحه، فطول الوقت هيضخ لي مشاعر سلبيه بس في الباك جراوند، الخلفيه. طب الحل ايه في وقت زي ده؟ الملف ده لازم يتقفل. بمعنى علاج المشكله او انهاء العلاقه، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال امساكهم بمعروف او تصريح باحسان. ان لم تستطع ان تمسك بمعروف فصرح باحسان.
لكن حتى لو رحنا بالتسريح باحسان لا احنا فن انهاء العلاقات عندنا زي اللغه العبريه لا نفقه عنه شيء لا نفقه عنه شيء. وانا سمعت كلمه من عميله بتقول لي ان في العلاقات يا رايح كتر من الفضايح اللي هو ده يعني اللي هو بقى نفضح بعض وكل كذا وكذا وكذا، مع ان على فكره هو ممكن ما يكونش فيه عيب من اي طرف من الاطراف، ده ممكن يكون بس هو في عدم تفاهم او اختيار خاطئ من الاول لان انت ما شفتش ان الشخصيه دي تقدر تتناسب مع الشخصيه بتاعتك. لو موبايلك من موديل معين وجبت جراب لموديل تاني مش هيركبوا على بعض. مظبوط. لا العيب هنا ولا العيب هنا. مظبوط. العيب على التركيبه، لا دول مش ملائمين. مظبوط. خلي ده يركب على موبايل تاني يكون لطيف وده يركب له. طب روجيتا بقى سحريه ازاي نقدر نتجنب كلمه التنطاط بتاعه يلا هنفرح بيكي امتى او هنفرح بيك امتى، وازاي احاول اقلل بس من ضغط الاهل شويه؟ حلوه جدا. خلينا الاول للشباب، حاول دايما عينك تبص على المستقبل، توقعه، توقع ان انا لو اتضغطت بالمنظر ده فوافقت على الجوازه دي ايه اللي ممكن اواجهه قدام. تمام. حلو. استشير مختصين، انا اهلي بيضغطوني اتصرف ازاي، عشان كل حاله ليها طريقه مقاومه ومش عيب ان اسال. فانا محتاج، طبعا انا محتاج اعرف سن والدته، محتاج اعرف وظيفتها، محتاج اعرف ايه هي الافكار اللي بتصطدم او بتتعارض معايا بيها عشان نعرف معتقداتها ايه ونعرف مفتاحها منين وندخل لها منين فنهدي ضغطها. بالظبط. انما اقول نصيحه عامه كده هتكون ضعيفه في التاثير. مزبوط. بس برضو هنقولها، حاول دايما تعمل مطابقه نفسيه مع الام، بمعنى ايه؟ وافقها على اللي بتقوله بس في اللي ينفع توافقها عليه. والاب خد طبعا الاب والام، ووافقه وخد قراراته وخد رايه كتير حتى في حاجات مش موجوده. يا رب بقى الامهات ما يسمعوش ماما انا في حاجه معينه عايز اعمل كذا ايه رايك، لا انا شايفه انك تعمل كذا ومفيش اصلا كذا، ده عشان تحس ان رايها ليه قيمه ان هي ما اتلغتش من حياته. بالظبط. بعدين روح تاني ارجع قول لها ماما او بابا انا عملت اللي انت قلت لي عليه وبشكرك جدا لان حصل كذا كذا كذا. فالاب يحس ان ابنه معاه وبيتواصل معاه وفي علاقه وديه. بعدين بقى في القرار الحقيقي لما تيجي انت تقول ان الشخص ده مناسب، ساعتها ممكن الاب او الام يوافقوا ويكون العلاقه لطيفه ويكون مفيش احتكاك او مشاده. اكيد. هاخد من كلام حضرتك، وطبعا وقت مع حضرتك بيمر بسرعه جدا. يا جماعه الاب والام هم يعتبروا عماد اي بيت في الدنيا. انا عارفه ان ممكن يكون الاب والام مضغوط عليهم من المجتمع ومن جميع الناس اللي حواليهم، هنفرح بيكي امتى او هنفرح بولادك امتى. انتوا المسؤولين عن ولادكم، صحتهم النفسيه وصحتهم الجسديه وعلاقاتهم المستمره فيما بعد انتوا المسؤولين عنها، وتعلموهم ازاي يختاروا صح وازاي ان هم يقدروا يكونوا اسره صح عشان ما يجوش بعد كده ويبقى عندهم مشاكل او عندهم انفصال او حاجه من الحاجات اللي احنا طبعا دلوقتي بنشوفها في مجتمعنا وبقت منتشره جدا. ثقافه هنفرح بيكي امتى، انت يا اب وانت يا ام المسؤولين عنها. النهارده كده كنا مبسوطين جدا ان احنا مع حضرتك النهارده، وميرسي جدا 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 استاذ مصطفى الحسيني الاستشاري والخبير النفسي، حضرتك كنت منورنا النهارده في الفقره. الله يعزك يا رب بنورك. تسلم. ميرسي جدا. خلونا نطلع فاصل صغير ونرجع نكمل تاني فقرات صباح بلدي. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرات صباح بلدي. فقرتنا دلوقتي فقرة عن رياضة محببة جدا جدا للكبار وللصغيرين، يمكن ابتدت شهرتها يمكن في عصر الستينات بس يمكن ما حدش أخذ باله منها غير تقريبا في أوائل الثمانينات أو نص الثمانينات لما كان كل الأحياء الشعبية بتاعتنا ويمكن كمان الأقاليم وكل المحلات سواء كانت ليها علاقة بالرياضة أو ما لهاش علاقة بالرياضة، يمكن حتى كان أكترهم محلات السوبر ماركت أو البقالة بقى طبعا وقتها، كانت بتجيب ترابيزات تنس الطاولة وتحطها قدامها علشان خاطر الأطفال تلعب، وكانت طبعا بتتأجر وقتها بالساعة أو بالنص ساعة على حسب مقدرة طبعا كل طفل هو بيقدر يلعبها لمدة قد إيه. طبعا تنس الطاولة من الألعاب الجميلة جدا 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 واللي تقريبا بتخلي نوع من أنواع التركيز عند الأطفال بيتنمى وبيبقى الطفل عنده هدف ان هو طبعا يكسب، لان طبعا اللعبة فيها اكيد زي اي لعبة رياضية فيها مكسب وخسارة. بداية اللعبة بتبقى عبارة عن ان كل طفل فيهم بيبقى واقف، او طبعا كل شاب او كل حد كبير واقف على طرف من الترابيزة يا سارة. مظبوط. وبيبتدي ان هو يعمل حاجة اسمها السيرف او بيضرب الكورة ويخبطها. مظبوط. للشخص اللي قدامه. انا عايزة اقول لك يا ايمان القواعد بتاعت اللعبة دي هي يمكن من اكتر القواعد السهلة في اي لعبة او في اي رياضة، هي اسمها تنس الطاولة او البينج بونج.
لان هي شبه التنس جدا، بس يمكن الفرق ما بينها وبين التنس اللي هي تتلعب على ترابيزه وبعدين ممكن تتلعب كلعبه فرد يعني اثنين بس، او كلعبه زوجيه ان هم بيلعبوا دبل يعني اللي هم اربعه على مع بعض على الترابيزه. فاللي بيحصل ايه ان هم بيشوفوا اول لعبه كده بتكون بس اللي هو هنشوف بقى السيرف مع مين، اللي هيكسب هو اللي هيكون السيرف معاه، ويبتدوا يلعبوا خمس اشواط اللي هي الخمس جولات او الخمس فرات زي ما كانوا بيقولوا زمان. بالظبط مظبوط مظبوط زي ما انت بتقولي كده. هتلاقي بالزبط. المفروض اول لاعب بيبقى واقف على طرف الترابيزه من اول القواعد اللي هو المفروض ان هو ما يمس الترابيزه خالص، بيبتدي يضرب الضربه الاولانيه السيرف، بتبتدي الكوره تنط في بعد الشبكه في ارض الخصم او ارض اللي بيلعب معاه وفي ارض هو كمان يعني من قواعدها ان انا لازم اكون خبطت الكوره الناحيه دي والكوره الناحيه الثانيه. مظبوط. اللذيذ قوي في تنس الطاوله ان انا مثلا لو انا واقفه مكاني واللي قدامي واقف كان إيمان، بعد أول شوط لازم نبدل مع بعض. بالضبط بيغير السيرف بعد أول شوط، السيرف بتاع الضربة بيتغير بعد الخمس اللي هم الخمس نقط أو الخمس أشواط الأولانيين. بس مش لازم يكون مين فينا اللي كسب، مفيش مشكلة. بالزبط. حتى لو أنا اللي خسرانة هبدل مع إيمان وإيمان هتبدل معايا، وده اللطيف اللي فيها إن أنت دايما ما بتحسيش إن أنت قاعدة إن أنا قاعدة في مكاني. وعشان كمان الناس يا سارة اللي هي بتبتدي تقول لك إيه معلش أصل أنا الحتة دي مش عجباني، أنا حاسة إن الأرض هنا مش مظبوطة فأنا ما عرفتش أكسب ما عرفتش. تنس طاوله قبل كده؟ لعبت وانا صغيره بس كنت مش كويسه فيه قوي صراحه. بصي هو محتاج تركيز رهيب، وزي ما انت قلت يمكن في الاول ان هو كمان بيعلي قوي من ان الواحد يبقى عنده تحدي، انا عايز اكسب. وطبعا ان الوقفه بتاعته اللي المفروض ان هي الصح طبعا بيبقى اللاعب واقف وفتح رجليه سنه بسيطه كده، وتركيزه بقى ان الكره رايحه فين يا ساره وجايه منين وهيضربها ازاي وهو تخبط عنده في ارضه وبعد كده تخبط في ارض الخصم عشان خاطر يبتدي يرجعها له تاني، بتبقى نوع من انواع التركيز العالي جدا، بيحاول ان هو فعلا يوصل بان هو ياخد النقطه بتاعته من الشخص اللي قدامه. كمان الشخص التاني اللي قدامه بيبقى طبعا بعد ما بيغير السيرف بتاعه بيبتدي هو كمان يعني تغيير الارض نفسها بيبتدي يخليه برضو كمان يعلي من تركيز الخصم كمان. بالظبط زي ما انت بتقولي. وكمان عارفه دايما بيبقى فيه ساعات بيبقى فيه ارتكاب اخطاء، بعض الاخطاء في تنس الطاوله طبعا احنا عايزين نقول عليها ان اول حاجه ان احنا ما ينفعش ابدا نلمس بجسمنا الترابيزه، دي حاجات بدايات يعني بالظبط اللي هو ما يعني حاجات تكنيكاليتيز عاليه قوي. وتاني حاجه كمان ان لو الكوره خبطت في الشبكه اللي قدامنا دي يبقى خلاص احنا كده خسرنا. بالظبط نبتدي بقى نلعب تاني من الاول شوط تاني. احلى حاجه في تنس الطاوله ان هي غير ان هي بتنمي التركيز، هي كمان بتساعد جدا على شد عضلات البطن، ده يمكن محدش يتخيله لان انت مش متخيله، انت فاكره ان كل اللي بيتحرك فيكي ايدك، لا ده مش مظبوط خالص. صحيح ايدك بتتحرك او دراعك بيتحرك، لكن كمان منطقه البطن اللي هي الكور بودي اللي هو في نص الجسم بالظبط دي اكتر حاجه بتتحرك وعلى فكره بتتشد جدا، ومش بس كده وحتى السيكون. بالظبط. وبمناسبه من الكلام اللي انت قلتيه عن حركه الايدين، بعض الدكاتره اللي بيجي لها اطفال عندها مشكله في ضعف عضله الايد فبتنصح برضو من ضمن الالعاب الرياضيه اللي ممكن الاطفال يعملوها هي تنس الطاوله، بتقوي فعلا عضلات الايد جدا وبتخلي الطفل ممكن يقدر يمسك القلم كمان في مراحل التعلم بعد كده، وكمان بتقوي عضلات الظهر وكمان عضلات القلب. ليه بقى؟ لان انا دلوقتي انا بجري تقريبا في نفس المكان بتاعي زي السكواش شويه، انت عارفه برضو انت محكومه بحته معينه بملعب صغير، بس ده بيعلي الهارت بيتس جدا اللي هو يعني ضربات القلب بتعلى جدا جدا جدا، وبعد كده تبتدي تهدى تاني بالراحه، وده بيقوي عضله القلب جدا وكمان بيساعد على حرق الكالوريز او السعرات الحراريه. بالظبط. دلوقتي زمان كانوا دايما نخاف على الاطفال ان هم ممكن يلعبوا لعبه مثلا الالعاب العنيفه او ممكن يكونوا عندهم مشكله في ان هم يلعبوا لعبه عنيفه، اعتقد ان التنس الطاوله زي ما انت قلتي كده بالظبط والسكواش لعبه ما هياش عنيفه خالص، ممكن تكون لعبه امنه ممكن اي حد يلعبها، ولو الناس اللي هم بيبقوا خايفين دايما على ردهم يسار ان هم يتعوروا او كده اللعبه الحمد لله امنه تماما ما فيش فيها اي مشكله. مظبوط زي ما انتي بتقولي يا ايمان. طبعا احنا بس عايزين من خلال الفقره دي ننصح لو انتي عندك طفل وهو شاطر جدا في لعبة تنس الطاوله نمي الموهبه دي لان هي ليها فوائد كتير جدا وكمان بتشغل قوي الدماغ وبتخلي الطفل يركز اكتر. كده نكون وصلنا لنهايه الفقره دي، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين فقرات صباح بلدي. فقرتنا دلوقتي فقرة الخمسية،
الخمسية بتاعتنا النهاردة عن الطب والدواء. زي ما ربنا خلق الداء خلق ليه كمان الدواء. طبعا احنا ما نقدرش ان احنا نعالج حاجة او نعالج شخص او نعالج الانسان عموما من غير ما نكون واثقين تماما ان الدواء بتاعنا ده مش هيعمل له مشاكل او هيعمل له مضاعفات خطيرة جدا. طبعا ربنا ادالنا يمكن نعمة احنا كلنا مش حاسين بيها وهي الحيوان. تجارب الحيوانات او تجارب الأدوية على الحيوانات فتحت لنا مجال كبير جدا 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 ان احنا نقدر نعالج امراض كتيره جدا يا ساره بان احنا نستخدم الحيوان في ان احنا نجرب عليه الاول. الموضوع ده بقى يعني فتح لنا مجالات كتير جدا للجدل، لان طبعا اللي هم بيحموا الحيوان معترضين جدا على فكره التجربه على الحيوان. تمام. واحنا كاشخاص طبيعيين احنا برضو مش عايزين ان احنا يحصل لنا ضرر من دواء معين او كده، فاحنا طيب ايه المشكله لما نجرب على الحيوان؟ بس برضو اللي هم عندهم فكره لا حقوق الحيوان مهمه جدا وما ينفعش، قال لك لا انتوا ممكن يبقى في بدائل. هل انت شايفه ان ممكن يبقى في بدائل عن ان انت تجربي على الحيوان؟ هو يعني بعد البحث شويه لقينا ان فعلا صعب جدا ان احنا نلاقي بدائل ان احنا نجرب على حاجة تانية غير الحيوان، لان طبعا زي ما احنا عارفين بالنسبة طبعا اشهر حيوان او الحاجة دايما بنقول عليها فقر التجارب، احنا طبعا لما بنقي الحيوان ده بنجيبه اكتر حاجة او اكتر حيوان مماثل للانسان علشان نجرب عليه الدواء ده. بصراحة موضوع ان الفار مماثل للانسان دي حاجة توجع القلب، يعني لو انا مش يعني بس هو بقى بصي على القلب والقرود كمان مظبوط بالضبط الثدييات عموما الحاجات اللي هي قريبة من تخليقها الجيني من الانسان. يمكن طبعا زي ما ذكرت سارة قصة ان يعني المناهضي او بتوع منظمات حقوق الحيوان طبعا معترضين، بس بعد الحادثة اللي حصلت في امريكا اللي بعد موت 100 شخص بعد ما تم عليهم تجربة دواء معين ومات فيهم ال 100 شخص دول. الميت شخص دول بعد ما ماتوا طبعا الدنيا حصل فيه بعد منها قلبان شديد جدا طبعا. وطبعا الكونجرس وقتها طلع قرار بان هو عدم استخدام الأدوية الجديدة بدون تجربتها الأول على الحيوان. طب انت شفتي المظاهرات اللي كانوا الكلاب عاملينها قدام الكونجرس؟ يعني هو اكيد مش الكلاب اللي عملها، بس اكيد اللي هم زي ما ايمان قالت مناهضين فكرة حقوق الحيوان لبسوهم كده زي حاجات اللي هو ممنوع ان انتوا تجربوا علينا، خاصة الحاجات اللي هي مش متعلقة بالدواء بس اي حاجة ليها علاقة مثلا بالميك اب او بالمانيكير، مع ان على فكرة الحاجات دي برضو ممكن تؤذي البشره جدا بالظبط، وده برضو حاجه ما ينفعش ان احنا نستهين بيها. بس في نفس الوقت المشكله ان بيقولوا ان اكتر من 30 مليون حيوان ممكن يموت في عام واحد بسبب ان هم بيحصل عليهم تجارب. يعني يمكن ربنا طبعا خلق لنا الحيوانات دي علشان خاطر ان احنا بنستغلها بنستفيد بيها، او يعني كل ميسر الى ما خلق لها زي ما بيقولوا، يعني اكيد بنستخدمها اللي كمان عشان بنشيل ضرر كبير جدا على الانسان. تخيلي مثلا لو مرضى السرطان ما عملناش تجارب في الاول واكتشفنا ليهم ادويه، او ام والطفل مثلا، يعني لو انا طفلي هيموت ولا مثلا ممكن حيوان يتجرب عليه، يعني افكر ان هو ممكن ان هو يعني خلاص اوكي ممكن اقول على الحيوان اوكي. بس طبعا يعني احنا مش عايزين نشجع على فكرة ان احنا نموت الحيوان او نعمل عليه تجارب، بس ممكن نشوف بدائل، خاصة ان ساعات بيمنعوا الحيوان من الاكل والشرب تماما عشان يقدروا يعملوا عليه التجارب دي، وساعات تانية نفسية الحيوان اصلا بتبقى بتتغير او كده، فمش لازم يبقى الموضوع 100% accurate او مظبوط 100% ان الدواء ده طالما ما مشيش مع الحيوان يبقى هو مش هيمشي مع الانسان، لان ده بيبقى فيه الى حد ما يعني زي يقولوا مش مظبوطه 100% الابحاث. بالظبط. هو انا يمكن معترضه بس على قصه ان ممكن يمنعوا عنه قصه الاكل والشرب، غالبا بيبقى صعب قوي ان هم يمنعوا قصه الاكل والشرب، بس ساعات بتبقى التجارب دي على ادويه ممكن تخلي فعلا تؤدي الى موت او نفوق الحيوان اللي احنا بنستخدمه في التجارب دي. الحيوان في حد ذاته يمكن عشان ربنا خلقه عشان خاطر ان احنا نبتدي ان احنا نعمل بيه الحاجات اللي ممكن تنفع البشريه، ان ممكن برضو منظمات حقوق الانسان يا ساره تقول لك طب يا جماعه طب احنا دلوقتي نجرب على البني ادمين ونموتهم ولا الحيوان ونموته؟ انا معاكي جدا، هو الموضوع يعني هيفضل فيه جدل على طول من منظمات حقوق الحيوان واحنا كبني ادمين ان احنا مش عايزين نضر. بس احنا كده بنكون وصلنا معاكم لنهايه الفقره، هنطلع فاصل ونرجع لكم تاني.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين في فقرات صباح بلدي، ووصلنا لحد اخر فقره دلوقتي اللي هي الفقره الفنيه، فقره الفن والابداع. الفقره الفنيه معانا النهارده مختلفه، الابداع فيها مختلف. هو اصلا يعني ايه فن؟ يعني انت تعبر عن احاسيسك ومشاعرك بطريقه جميله وفيها شكل جميل. النهاردة الفن اللي هيكون معنا هو النحت على الكتب. يعني ايه اصلا انحت على الكتب؟ تعين دي حاجة ممكن تكون شوية غريبة وما سمعناش عنها قبل كده، بس هي زي النحت مثلا بالفخار. انت بس بتجيب الكتاب وتبتدي تنحتي عليه او تحاولي ان انت تحوليه لشكل عامل زي التابلو او اللوحة زي ما بيقولوا. عمرك شفتيها يا ايمان؟ انا شفتها، يمكن ما شفتهاش حقيقي بس شفتها طبعا في صور كتير جدا على النت. فالنحت على الكتب هو يعتبر فعلا فن من الفنون اللي موجودة معنا. يمكن حتى عندنا اول صورة على الشاشة، الكتاب الاولاني منحوت بطريقة بحيث ان هو يبان كأنه جبل او ده جبل كمان تلجي. يعني انت شايفة كمان حتى يعني الابيض بالضبط. يعني حتى كمان التقطيعة بتاعته او النحت عليه فعلا مبين فعلا ان هو جبل كبير وعليه زي التلج، لان اعتقد ان هم كمان بيدخلوا كمان الالوان يا ساره وبيبتدي انها تساعدهم. لان انت اهو الكتاب الثاني يمكن يا ايمان انا مش قادره هو عامل برضو جبل برضو زي نوع من انواع الصخور. صخر. وبعدين برضو بص، يعني الكتاب الاولاني كان مستخدم اللون الابيض اللي هو جبل تلجي شويه، هنا لا الصخر لونه اللي هو البني. ممكن كمان لو انا شايفاه من زاويتي من هنا ممكن يكون عامل زي البركان او فوهات بركان، فباينه فعلا ان هي يعني شبه البراكين جدا. حتى بتهيالي شايفه حتى الكتاب نفسه من جوه عليه حاجه زي الكره الارضيه كده، فواضح ان هي دي فعلا براكين. ما هي مش قصدي الكره الارضيه بس قصدي الكون نفسه. الكون نفسه او المجره نفسها. معانا الصوره دي كمان، انا طبعا من الصور اللي انا شفتها وانبهرت بيها جدا. معموله فعلا بحرفيه عاليه قوي، انها باينه زي موجه البحر. شايفه تدريجه الزرق يا ساره؟ أيوة. وبعد كده حتى رفعت بس الموجه ده محيط نفسها، مش بحر تقريبا من كتر ما هو من كبير ما هو يعني الموجه بتاعته عاليه. وبعدين عاجبني قوي الديجرادي بتاع الالوان، يعني الازرقات كلها فاهمه شكلها حلو جدا جايه بالظبط. يعني اعتقد ان هو اللي عملها فعلا فنان. دي الصوره دي كمان برضو كمان يا ساره اعتقد ان هي منحوته في بعض الكتب، في كذا كتاب مرصوصين فوق بعض بحيث ان هو انت شايف من جوه زي كوخ او زي ممر بيأدي. هو كوخ على فكره حلو قوي. هو مستخدم تقريبا 5 كتب عشان يعمل بالزبط منظر الكوخ ده بالظبط. قد ايه شكله لذيذ، حتى باين منظر السماء فوق الكوخ نفسه ومنظر الشجر تحت منه. بعد منها كمان الصوره مثلا زي ما يكون في بحر او نيل، طبعا كل واحد شايفها من زاويته ممكن يكون شايفها من زاويه ثانيه. بس انا مش شايفه بحر او نيل او حاجه، انا شايفه كوخ في وسط صخور. يعني انا من عندي انا شايفاها بحر. بس يا جماعه محدش يعتمد عليا خالص في الفن يعني. هي ممكن يكون على فكره قصه انك تشوفيها كل واحد يشوفها بمنظر مختلف بيبقى عباره عن يعني نوع من انواع التخيل او نوع من انواع ان انا كل واحد شايفها بمنظور تاني. على فكره هو ده شايف او متذوق الفن ان هو يشغل لك دماغك، ان هو يخليكي تقعدي تفكري يا ترى اللي انا شايفه ده ايه عامل ازاي. غير بقى كمان يعني الابداع في الحته دي، ده فيه ابداع اكبر بكتير. ازاي تقدري تمسكي ورقه وتقطعيها مظبوطه بالظبط بالسنتي عشان تخليكي تعملي الاشكال دي بالظبط. اعتقد ان هم مش ماسكينها ورقه، ده كمان يعني ممكن يكون زي اكيد زي ما في ازميل ممكن ان احنا ننحت بيه على الخشب، اكيد في حاجه مخصوصه هم اكيد يعني بيبقى فيها النحت بتاعها، بيبقى ليها اداه معينه بتبتدي تنحتي بيها بالورق كله. مظبوط، محتاجه دقه عاليه جدا. يعني لو تشوفوا يعني احنا لو احنا شفنا الصور ودققنا فيها هتلاقوا ان هي محتاجه دقه فظيعه، لان اي ورقه فيها خدش صغير خلاص الكتب دي كلها ولا كاننا عملنا نحت على كتب ولا كاننا عملنا حاجه. صح بالظبط. كمان في يعني الفن طبعا فنون جنون زي ما بيقولوا، يمكن دي كانت اقرب حاجه او اكتر حاجه احنا شفناها مؤخرا لموضوع النحت. زي ما كان في حاجات تانية كتير ممكن ان انت ترسمي مثلا على الجدران، شغل الجرافتي، شغل انك انت ممكن كمان تنحتي على اماكن تانية بحيث انك انت تبرزي مكانها او تديها حتى نوع من انواع الاتساع. طبعا قصه ان احنا النحت على الجدران سوري النحت على الكتب يعتبر فن من الفنون اللي احنا شفناها جديده،
واعتقد ان احنا ممكن نكون نعلم ولادنا فيها، او ان احنا ممكن نشوف حد ممكن اماكن بتعلم لحد فيها، او تعلم ازاي ان احنا نشوف الفن الجميل ده ممكن يتعمل ازاي. وبكده بتكون خلصت فقرتنا النهاردة، بفقرة النحت على الكتب، وخلصت كمان حلقتنا. يعني كل سنة وكل الشعب المصري طيب بمناسبة انتصارات اكتوبر، ويا رب دايما في انتصارات. خلونا كده نختم حلقتنا النهاردة بانتصارنا الاكتوبري العظيم. عدت الحلقة بسرعة قوي معاكي ايمان، بجد انبسطنا قوي. اكيد. ختاما كل سنة وانتم طيبين، ونلقاكم في حلقة قادمة ان شاء الله.